حول ولا قوة إلا بالله. يديدك رجله يا يديدك. طيب يا جماعة والله العظيم ممكن يعصر نفسي. روق كده بص أنا مش حبل نفخة. يا راجل بقى أول مرة أشوفك بتصور كده يا راجل. حلو قلبك. بيج رامي تشامبيون إيه اللي حصل؟ يا باشا أنا في الحاجات دي أضعف ما يمكن يا عم. انت بتهزر؟ ايوه بيج رامي يا عم ده اولمبيا. لا بس دي حاجه بعيد عن ده. لا لا لا. افتكرت مين اول ما حصل الموضوع ده؟ اول حد فكرت فيه مين؟ لا انا بس عشان الولاد اللي في البيت دول يا عيني. حرام عليك. سقفه جامده يا جماعه. بيج رامي يا جماعه مبدئي كده والله يا شباب انتوا بتتعبوه. لا لا انا تعبت بصراحه. تعبت والله سامحني. انت ليه رفضت تلبس الباروكه مبدئي؟ اقسم بالله لو شفت انا كم منظر ازاي. الحمد لله ما كانش في كاميرا جوه عشان ايه يا عم كده انت غرقان. عارف البريه دي كلها سبع كاميرات عادي. يا نهار. انا عايز انصحك نصيحه من اخ صغير. اتفضل. لو بتفكر في موضوع التمثيل ده اوعك. انسى. لا خالص انسى بجد لان في تستيل حاجه. بص حاجه زي ازاي. لا 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 لا, لا. اقسم بالله جريمه. خليك في الكاميرا. ايوه يا باشا. طب ايه اصعب لحظه مرت بيك في التجربه ايه؟ لا الراجل اللي كان